بركة عنده بريك عنده. مرحبا بكم مشاهدينا ومتابعين شفتي في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الجديدة. هذا البث المباشر بغي نهضرو فيه وبغي نوجهو بزاف الكلام اللي غادي نقولوه في هذا البث المباشر الموجه للمثير للجدل الياس المالكي من بعد ما صبروا ليه المغاربة على ود التصاور اللي كيلوح في الفيديوهات ديالو، صبروا ليه على بزاف الحوايج، صبروا ليه على المعيور على السبان، كلشي هادشي ندغوا المغاربه ودوزوه بجغمه الماء. ولكن باش توصل بك الوقاحه وتوصل بك الدرجه انك تحرف القران الكريم بهذيك الطريقه الوقحه حشومه وعيب وعار. حنا في واحد الدوله اسلاميه، يعني خاص تعرف واحد النقطه الياس، ان المغاربه اللي طلعوك والمغاربه اللي وقفوا معاك، يعني كيما طلعوك المغاربه راه قادروا ينزلوك المغاربه. معنا احد المواطنين اللي باغي يقول، باغي يدل على الراي ديالو حول الموقع اللي حول الفيديو اللي راجع على مواقع التواصل الاجتماعي للمغرب كامل كيهضر على هذا الفيديو هذا، والمغرب كامل عارض هذا الشيء هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. واخا اخي، من بعد ما كنتي داخل في التليفون ديالك وطلع لك هذاك الفيديو ديال المثير للجدل الياس المالكي اللي كيحرف فيه القرآن الكريم بهذيك الطريقة، شنو كان الرأي ديالك حول ذاك الفيديو؟ انا خويا هذا الشخص اللي ذكرتي سميتو، دابا انا سولت عليه قالوا لي راه معروف رقم واحد وقيلا في المغرب ياك، وانا راه كنسكن حدا ما بيني وبينه والو، راه ما كملش حتى خمسة دقائق على رجليا نوصل لدارهم، ولكن ما كنتش كنعرفو انايا. يلاه عرفتو دابا شي 15 يوم باش عرفتو، هو كيسكن ورا الدار عندنا، ولكن ما كنتش كنعرفو انايا. واش يا جماعة على داك عم نعمر بيه انا راسي، ولكن هادشي اللي شفت البارح اخويا، البارح داخل فيسبوك كنشوف كيبان لي واحد الفيديو عاودو، انا بعد داكشي اللي قال ما نقدرش نعاودو، واخا نبغي نعاودو ما نقدرش. واش بغيت تعاودو غير الناس شنو قال؟ ما نقدرش نعاودو، علاش؟ كلام الله عز وجل هذاك، حتى داكشي وما فيهش اللعب، فهمتيني؟ شوف دابا في المونديال المغاربة اش داروا على ذاك الرئيس ديال فرنسا ماكرون، على قبل هان الرسول صلى الله عليه وسلم، وما بالك انت غتجي وتهين كتاب الله عز وجل. يعني الانسان حنا نديروا انه غلط، نديروا فعلا انه غلط، وكان راه غلط بشي كلمه اخرى، ما يغلطش بالضبط ذاك الكلمه اللي قال هو وقال عن قصد باش يدير بها البوس. كيفاش غلط؟ ما فهمتش. يعني غلط نديروا حنا قالوا، حيت بعض الناس بين قوسين اللي قالوا لا غير تزبقات لي. لا دوك هذوك معاه. حتى معاه في صف، وهذوك اللي غيقولوا غلط ما كاينش غلط اخويا. شوف عندك حتى القران خط احمر، والله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم، هذاك هو اللي ما تقدرش تقول لي انا غلطت. اي كلمه قلتيها راك انت متعمد تقولها، ما كاينش غلط، ما غلط ما كايناش. غتغلط غتعاير شي واحد، شي شخص عادي، اي ماشي مول، ولكن كتاب الله عز وجل وتقول سوره الفلق ما قدرتيش، وليتي بحال بغيتي تعوجها باش تصور الفلوس بهذ العرب، بهذ الكلمه باغي تصور الفلوس بكتاب الله، وما عارفش ترى الله يقدر يخلصك ديك الساعه، يصيفط لك شي كن فيكون، راه الله راه كن فيكون، راه ما كنسواو حنا كاع، ما حنا كامل ما كنسواوش جناح بعوض، وانت غتنوض تايا ميخي ديال الخلق، حلمت بك وقتها البارح حتى ما كتعرفش طيب حتى بيضه، ما تعرفش دوك حتى مسمار، عطاتك الوقت في هذا الشيء ديال السوشيال ميديا، ناتي تايا باغي تبدا دير
اجين ما كاين ما يدير راه ندخلهم بالقران. حشومه هادشي انا ما كنعرفوش اخويا. وانا على ما قالوا لي انا ديك النهار وراوني بواه وكيبان لي بواه داخل سوق راسه بواه الله يعمرها دار. وانا ما هو ما كنعرفوش شخصيا ما عمرني هدرت معاه. يمكن هو كيعرفني وانا ما كنعرفوش حيت انا كنسكن حداه. ولكن ما انا ملي شفت فيسبوك كنسمع الياس المالكي الياس المالكي او شكون هو هذا. قلبت شفتو عييت نشوف فيه. والله يا خويا ما عرفتو اقسم بالله. لا عرفت الدراري ولا دربهم كلهم كنعرفهم ولكن هو شخصيا ما عرفتوش انا. تا باليدين البوز الياس المالكي القصر الاحمر الياس المالكي دخل شوف لقيت راسي ما كنعرفوش. يعني هو كان مخبي ما تخرج بحال شي واحد بحال شي فار كان كابر في غاره تخرج الزرقاء بحال هكاك. عاد لقيتو داير البوز منين ما عرفت بالمعيور تخسر الهضره. وانت مطلع على الرواب دبر راسك طلع جا صور الفلوس الله يزيدك. انا ما حسيتكش الله يزيد. ولكن هي مني كتدخل كتاب الله وغدا تدخل هادشي ديال الاسلام وهادي شويه جات ناقصه. طلع على اخ النوش طلع على الروابة طلع على الحراقة قول اللي بغي. ولكن فوت عليك الرسول صلى الله عليه وسلم فوت عليك كتاب الله عز وجل وفوت عليك الله وفوت عليك والدين الدراري وطلع على الروابة صور على ظهرهم الفلوس. حنا راه عارفينك كتعيط ليه هو يعيط لك كتقول لي انا راه غنطلع عليك واحد هادي هو حتى هو كيعيط لك وكتقول هادشي اللي خاصهم يعرفوا الناس اللي ما عرفوش. انتوما راه كتعيطوا لبعضياتكم كتعيط لفلان كتعيط هي هو يعيط لك وتتعيط ليها وكتقول لك غندير واحد الفيديو عليك وانت كتقول لها غندير واحد الفيديو عليك وصافي حنا عارفين اللعبه. سير الله يسهل عليك. انتوما دايرين التفاهه الله يسهل عليكم فيها كتصوروا الفلوس ماشي مشكل. ولكن ما تنساش راه المغاربه راه اذكياء ماشي راه المغاربه لقيتهم شابعين هموم داكشي علاش كيدخلوا يتفرجوا في دوك الفيديوهات كيبغيو مساكنه باش ينسيو على راه. اما راه تلقى المغاربه اللي في برا راه ما والو قالش كيتفرجوا تفاهه وتخربيق داكشي. اخويا اخر كلمه غنقولها لك هو اخويا استغفر مولاك راه اليوم الدنيا وغدا الاخره. ولكن سعد خاص الوضاج انهم يتدخلوا في هذا الشيء هذا باش يكون عبره لبعض الناس اللي قدروا يديروا حتى هما نفس الغلط. خاص يكون هذا خاص يكون درس عبره لبزاف الناس. هو ديك النهار شد واحد الدري في مارشيت الحوت فين كان السوق كاين في السوق قديم السوق قديم اللي كاين في جديده. شد واحد الدري تما بدا كيصرفق فيه وبدا كيضرب فيه ياك الياس وكاين داك الشيء راه كاين فيديو مليوح في فيسبوك ياك. والسلطه ما دارش يعني واخا نقولوا حنا داك الدري سمح ليه النيابه العامه ما خاصهاش تسمح ليه. فهمتي؟ يعني غنقولوا حنا الدري تسمح ليه؟ لا راه علاش يدار داك الفيديو؟ علاش يدار داك الفيديو الرأي العام؟ علاش هو ينوض يضربو زعما باش يشوفوه يدير عليه؟ لا النيابة العامة ما كتسمحش في هذا الشيء. فهمتي؟ أنا كاع نضربك وخا تسمح لي أنت النيابة العامة ما تسمحش ليا. فهمتي؟ يعني هما هنا كاينة شي حاجة كلشي بالفلوس. كلشي بالفلوس. إذا مشاهدين ومتبعين شفتي هو حاجة واحدة خويا راك مسلم. وحاجة واحدة نقول لك راك درتي غلط كبير وكبير ورا العذاب ديالو عند الله كبير. شوف يقدر يعذبك الله هنايا بغى يعذبك الله راه يعذبك هنايا في الدنيا قبل الآخرة. راه كن فيكون وهذا الشيء السحية 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 المولاك اللي خالقك السحية منه. إلا بغيتي دير شي حاجة ديرها منك البشر هاي داك الشيء فوت عليك فوت عليك داك قران كتاب الله فوت عليك الرسول صلى الله عليه وسلم. ما تعايرش بنادم والديه وما حين انت ما تبغيش ما تبغيش شي واحد يعاير لك والديك يقول فيهم شي حاجه اللي ما كايناش ولا غيقول لك في بواك شي حاجه ما كايناش. فهمتي؟ طلع على الروابط كتعيط لي كتقول لي باغي نطلع عليك كيقول لك خذ راحتك صافي. كتعيط على وحده اخرى هي دايره داك الشيء ديال روتيني يومي كطلعوا على بعضياتكم وهي تطلع عليك يعني صوروا الفلوس ماشي مشكل. القران خط احمر هي داك الشيء ديال القران اخويا ما ننصحكش عاود دير هذه. انت راه ماشي غلطتي راك انت متعمد ديرها. هو ماشي غلط هو متعمد يديرها حيت اي واحد غيدير هذا الشيء ديال غيوصل للقران وخا تقول لي غلط انا ما نقول لك ما غلطش ما كاينش الغلط حيت سورة الفالق راك حافظ القران بغيت تقرا قراه في داركم ولكن باش تطالق لايف وكتقرا في القران بواحد الطريقه استهزائيه راه حشومه وعيب وعار. يعني مشاهدين ومتبعين شوف تيفي يعني تخيلوا غير وليداتكم اللي غيشوفوا ذاك الفيديو وليداتكم صغار ولا غير يعني الدراري صغار غيشوفوا ذاك الفيديو غيشوفوا حتى هو كيضحك بهذيك حتى الدراري الصغار غيولي يقول نفس الكلمه حتى الدراري الصغار غيولي يدوز الزنقه حتى هو غيقول نفس ديك الصوره بنفس ديك الالفاظ اللي نطق هاد الياس هذا. وراه يعني هو ديك النهار دار واحد الفيديو وقال لهم انا راه ما كننصحكمش انا راه كنخربق
وصافي هو راه عارف راسو كيخربق، ولكن بنادم ما عرفش علاش. انا نقول واحد انا ايفو كيبان لي شي فيديو ديالو كندوزو بالزربه ما كنتفرجش فيه والله يا خويا ما كنتفرجش في فيديو ديالو. كيضيع عليك وقت. كي مع كيبان لي مكتوبه فيه سميشو كندوزو كنهبطو ما نتفرجش فيه. هذاك الشخص بالضبط ما كنتفرجش فيه انا، ماشي على قبل هذا الشيء اللي دار البارح. دابا شي من نهار عرفته شفت فيديو واحد ديالو ما عجبنيش. انا بعد ما عجبنيش عرفته ولا ما ماشي شي واحد اللي غادي ندخل نتفرج فيه ولا كيضحك ولا شي حاجه والو. كيشد رابور كيطلع عليك، يشد وحده اخرى دايره روتيني يومي كتعيط لك ولا انا غندير عليك. هذيك ما عرفتش وحده كاين في تركيا الله اعلم كيتشبه بالنساء ما عرفتش طالون ولا ما عرفتش سميتو. وحده راه هويام ولا ما عرفتش هي برك عليها نتعرى عليك وبرك عليها نتعرى عليا. ديك النهار سيمو لايف نطلع كيهضر كيكلاشي فراغي في امين راغي برك الاخر كيقول لهم لا معايا لا ترى عارفه ماشي معاكم. طلع فيديو باش بنادم تبقى عاصره على الفيسبوك مخرجه عينيها هو كيدخل على ظهرهم الفلوس. بنادم خاص اخويا شوف بنادم خاص يوعى لا بغى يتفرج في شي فيديو خاص يعرف في من يتفرج. هذا ما نتفرجش فيه انا بعدا شخصيا ما كنتفرجش فيه وما ننصحش بنادم يتفرجوا فيه. علاش كطلعوا لي نسبه المشاهده؟ هو دابا ولا رقم واحد في المغرب وانا ما كنعرفوش. هو كيسكن حدايا بنادم كيعرفوه في مدينه اخرى وانا ما كنتش كنعرفو. يلا عرفتو دابا شي 15 يوم ولا 20 يوم باش عرفته. هاي بنادم راك الا كيعرفوه في دول اخرين وانا ما كنعرفوش. ما هذا ما نوضش ليه من النعاس انا كاع وما نعطيهش قيمه فهمتي. والو والو هو اصلا والو ما والو والو. شي مازال برقل وفرعون هذوك مازال راه كيديروا شي حاجه مدبرين على راسهم. راه هما مشاو عند داك الدري سيمو لايف تايلاند خليهم الله يسهل. انا كنتمنى لهم الخير. ايوا هو القران فوتو عليك. اذا مشاهدين ومتابعين شوف دابا كنتمنى والسلطه ما دارش والو ان شاء الله. دابا باقي ما عرفتش واش كاين تحقيق ما عرفناش يعني داكشي في الخفاء. يعني كنتمنى من الناس المسؤولين والجهات المعنيه انهم يتدخلوا في هذا الامر هذا. دكرة بحال هذا الشيء هذا راه بزاف الكلام اللي كيتقال بزاف اللي كيبقى ردوش ليه البال. يعني هذا الشخص هذا اللي قال هذه الكلمه هذه على القران الكريم خاصه يتعاقب خاصه تحقق حقه في اقصى الاجراءات القانونيه في حق هذا السيد هذا على قبل هذه الكلمه اللي قال اللي حرف بها القران الكريم. اذا وهو الشيء هو كون عرف الناس هو كون عرف الناس اش دارت على قبل الاسلام وعلى قبل القران وهذا الشيء كيفاش تحاربت عليه وكيفاش خلات الاسلام يوصل له هذه. ما يقدر ما يفكرش كاع. ما هو خاصو يوعي الشباب ماشي هو خاصو يكون قدوه ماشي يكون عبره. اذا مشاهدين ومتابعين شوف دابا كنتمنى الميساج يكون وصل الناس المسؤولين والجهات المعنيه والناس كاملين خاصنا نوقفوا ضد هذه الظاهره هذه ونكونوا متساويين واحد سواء الاخر. وصلنا لنهايه هذا البث المباشر نتلاقى معكم في بث مباشر اخر. اسمح لي شي دابا شي هذه الكلمه اللي قالوها شي ندك دابا عاد اخطر مجرم كاين في المغرب. اخطر مجرم ياك انا قلت لك مجرم اللي كيشفر ديال الناس وكلش وتقول لي يقول هذه الكلمه اللي قال ما يقدش ما يقدش تقول لي قولها ويقدر يضربك. شنو ديك انا قلت لك اخطر مجرم اللي ما كيخاف اللي كيخاف من الله وغتقول لي يقول هذا الشيء ما يقدرش يقوله. علاش هو مجرم ولكن حتى داك الشيء اللي ديال الله ما يقدرش يلعب فيه. يعني مشاهدينا كما كتشوفوا اي واحد ما يقدرش يقول هذه الكلمه هذه. وكنتمنى يتخذوا الاجراءات القانونيه في هذا الفيديو اللي رايت في مواقع التواصل الاجتماعي. وصلنا لنهايه هذا البث المباشر نتلاقى معكم في بث مباشر اخر في امان الله. الى اللقاء.